الإسلام له نظام متكامل اجتماعي، نظام متكامل أسري، نظام متكامل اقتصادي، نظام متكامل سياسي، وهكذا في كل شيء متكامل، في كل شيء متكامل. الآن عندما نأتي إلى المجتمع المتدين، هذا المجتمع المتدين يصلي، يصوم، يلتزم بالواجبات، يترك المحرمات، لكن حصر الأمر في هذا معناه ترك الجوانب الأخرى، وترك الجوانب الأخرى فيها مضراتها. يعني مثلا الآن تعال إلى المجتمع المتدين، تشوف ظاهرة العنوسة والعزوبة منتشرة. لماذا؟ لأن في مسألة، في المسألة الأسرية، الإسلام عنده نظام، هذا النظام لا يراعى. صحيح مو حرام، صحيح مراعاته مو واجبة، لكن إذا ما راعيته أنت تتضرر. قبل 3 سنوات قرأت تقرير في إحدى الصحف السعودية تقول في إحصائية أن في السعودية 1,000,000 بنت عانس فاتها قطار الزواج. 1,000,000 السعودية، ما أدري نفوسها إيش قد، هم يقولون 16 مليون، بس الحقيقة يمكن أقل. لماذا؟ لأن الإسلام بسط الزواج، إحنا نصعب الزواج. مجتمع متدين بس يصعب. الرسول صلى الله عليه وآله يقول إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. المناط شنو هو؟ دين وأخلاق. الآن المناط شنو هو؟ الشقة والسيارة والوظيفة. عادة، ما نقول دائما بس عادة، الإسلام بسط المهر إلى أبعد الحدود. صحيح يجوز وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، والقنطار جلد الثور المليء بالجواهر والذهب، يعني يمكن يصير في 30-40 كيلو ذهب، جائز. لكن الرسول حينما تزوج زواجاته، والأئمة حينما تزوجوا وزوجوا، زوجوا بمهر السنة. مهر السنة جقد؟ مهر السنة 500 درهم. 500 درهم يعني 262 مثقال ونصف مثقال، يعني كيلو ربع فضة. كيلو ربع فضة الآن لعله أقل من 1,000 دولار، بس بالضبط ما أدري السعر إيش قد، لأنه العام الماضي سألنا، حدود 1,000 دولار. 1,000 دولار يعني تقريبا 3,000 مثلا 300 ريال، 4,000 ريال مثلا. زين، التبسيط في الأمور هذا مطلوب. كماليات مرفوضة. إحنا عندما نصر على هذه الأمور معنى ذلك ابتعاد عن النظام الإسلامي. والإسلام له برنامج لكل شيء. يعني الإنسان قبل أن يولد في الحديث الشريف اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. نظام متكامل من قبل ما الطفل تنعقد نطفته إلى بعد وضع هذا الإنسان في قبره. أكو واحد يسأل سؤال، مثلا بعض الأحيان بعض أدعياء الثقافة وأمثال ذلك يسألون شنو هالقوانين، مثلا إذا تريد تدخل للمسجد أدخل برجلك اليمنى وهكذا هالأمور، يعني شنو هذا السبب؟ الجواب على ذلك، أولا هذه الأمور ليست واجبات حتى واحد يضطر بالالتزام بها، غالبها مستحبات أو مكروهات، لكن الإسلام يريد أن يربط الإنسان بالشرع في كل حياته. حتى تريد تدخل في المرافق الصحية لك حكم، أنت مربوط بالإسلام. أكو في الحديث الشريف أن موسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا وآله خاطب الله سبحانه وتعالى، ما معناه؟ أنه آني في بعض الأحيان في حالات أستحي أن أذكرك،
فرض فد واحد في المرافق الصحية مثلا في هذه الحالة، أستحي أن أذكرك، الله سبحانه وتعالى قال اذكرني على كل حال. يريد الإنسان يرتبط بالله سبحانه وتعالى دائما. الصلاة ليش موزعة على الأوقات؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. من دلوك الشمس يعني من الزوال تبدأ وقت الصلاة إلى منتصف الليل، غسق الليل يعني منتصف الليل، من الظهور إلى الليل، هذا وقت صلوات، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب وصلاة العشاء. من منتصف الليل إلى الظهر اليوم الثاني أكو فترة استراحة، لكن في وسطها وقرآن الفجر. أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني الزوال إلى غسق الليل يعني إلى منتصف الليل، هذه وقت لا يخلو من صلاة واجبة. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني ملائكة الليل وملائكة النهار يشهدون صلاة الصبح. الإسلام يريد يربطك به في كل شيء. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى الذي خلقك وخلقني وخلق الإنسان يعلم كل خصوصيات الإنسان، فيعلم ما يصلح الإنسان مما يفسده.